ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أثارت وفاة شاب مصري بفيروس كورونا المستجد بعدما استهان به وأنكر وجوده جدلا كبيرا في مصر خلال الساعات الماضية. ومع ظهور الفيروس نشر الشاب محمد النادي مقطع فيديو عن رأيه في فيروس كورونا معتمدا على نظرية المؤامرة التي اعتمدتها بعض الدول، وأنكر وجود الفيروس وطالب المصريين بعدم الخوف من الفيروس الذي يشبه الإنفلونزا أي الرواح. كورونا فزاعة وأونطة وطعم إحنا بنبلعه. باختصار بسيط جدا، كلنا عارفين إن الاقتصاد الصين متنبئ له خلال سنوات بسيطة إنه يبقى أعلى اقتصاد في العالم وهيهيمن على السيطرة الأمريكية. فزي ما قبل كده الولايات المتحدة الأمريكية سابقا فككت الاتحاد السوفيتي، خلقت حتة فيروس بيشبه أعراض الأنفلونزا العادية أو البرد، وعملت منه شبح وفزاعة ترعب بيها العالم كله عشان تضرب اقتصاد الصين. إحنا يا مصريين اللي بناكل الخضار من غير ما يتغسل، إحنا يا مصريين اللي بنتنفس 24 ساعة عوادم عربيات خايفين، إحنا يا مصريين اللي بنشرب اللبن من غير ما يتغلي، اللي كنا بننزل الترع وإحنا صغيرين ولا حممنا أي بتاع في، يا جماعة بتفكروا إزاي؟ وبعد أيام نشر محمد منشورا على صفحته على الفيسبوك أعلن فيه إصابته بفيروس كورونا وكتب كلمتين أول ما قدر أكتبهم كتبتهم: أنا بقالي أسبوع في العناية المركزة لأن الفيروس عمل لي مضاعفات كثيرة في جسمي خصوصا الكلى والرئة. وأضاف: يمت اللي خليك في البيت بلاش خروج، وأنا ولا حياة لمن تنادي، لكني أحمد الله الواحد الأحد، أرجوكم بلاش استهتار لأن المرض مش سهل وقاتل وبيدمر كل حتة فيك، محدش بيموت من الجوع. وأشار محمد إلى أن المرض منتشر جدا في مصر وخاصة في محافظة المنوفية، مؤكدا أنه نقل العدوى إلى إخوته وأسرته في المنزل، وطالب الناس بالدعاء له بالشفاء ولوالده الذي أصيب هو الآخر. وخلال الساعات الماضية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنادي وهو يستغيث من شدة الألم الذي يعاني منه بعد الإصابة بفيروس كورونا، وأكدوا أنه توفي بعد هذا الفيديو. يا ناس يا ناس العونة، عايز علاج، يا مستشفى يا تمريض يا دكاترة العوني، انا بموت أنا... يا ناس العوني، انا سخن قوي يا جدعان، درجة حرارة نار، عايز دكتور، انا من الساعة 6 الصبح مرمي. السخونية سخونية بقالك 6 ساعات سخونية يا ناس، عايز دكتور، بس هموت اشوف دكتور. يا ناس العوني، انا سخن قوي يا جدعان، درجة حرارة نار، عايز دكتور، انا من الساعة 6 الصبح مرمي. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.